إذن لساتنا مكملين معكم بالصباح مع عبود برعاية ماك كافي وبالاشتراك مع ماك وبالاشتراك مع أونر للأجهزة الذكية. وبدنا نرحب بشخصين لذيذين جدا موجودين هلا معانا، كابلين من العيار الثقيل، يعني حدا من الصف الأول من الفنانين والأخرى يعني أحسن مذيعة عندنا بالأردن. واو. نحكي مساء الخير دانا وطوني، شو الأخبار؟ صوتي طالع لعلى صوتك طالع، ما تخاف سامعك. يسعد مساك عبود، كل عام أنت بألف خير، مبروك البرنامج، وكل عام وكل متابعين ومستمعين مزاج أف أم كمان رمضان كريم. طب دانا ممكن أطلب منك طلب؟ خلاص أنا ما رح أحكي كتير. لا لا، مش ما تحكيش، قربي بس على المايك. ما حدا قالك ما تحكي، بالعكس أنا بدي إياك تحكي. شايف يا جماعة هيك بتعاملنا الصبح، كل يوم الصبح دانا نفس الاتيتيود تبعها هيك. لا بمزح بمزح. بتحبني عبود ولا لا؟ انا كثير صراحة، انا شوفي بتعرفيني انا ما بحبه ما بتجيبه لعندي. طوني شو الاخبار؟ حبيبي مشتاق لك. كيف صحتك؟ اني معك على الهواء. يا ساتر، انت هدول حنطلع على الانستغرام لايف، بس الناس مش سامعينك لانه مش سامعيني. لا ما قلت لكم دخلوني معكم على اللايف عشان يزبط. دانا دخلي عملت له يلا ثانيه وينك؟ يلا هي هون فيو، ما بعرفش انا هلا انا بطلب منك ريكويست جوين، ريكويست من عندك. سيد ريكويست. طيب يعني تنين، واحد فنان وواحدة إعلامية، مركزين معي ولا مع اللايف؟ لا معك، خلص. طيب دخلت انا ما دخلتش، المهم هيك اوكي عبود تفضل. اوكي هلا اللي بدي احكيه، كيف هيك العلاقه الحلوه الموجوده المتوازنه بالبيت؟ يعني صعب الواحد يكون فنان وزوجته اعلاميه ويقدروا انهم يوازنوا ببيت زي بيتكم المتماسك الرصين العائلي من الدرجه الاولى، العائلي من الدرجه الاولى. فكيف هيك بالضبط وقتكم؟ الوقت ما صراحه دانا اللي بترتب الوقت، انا معظم الوقت راح يصير صدى هيك. انتم مش ملاحظين انه راح يصير صدى؟ راح اعمل خلص بلاش اللايف، سامحونا اليوم باللايف يا جماعة. اسمع هيني لايف بس ميوت، ما استفدناش. طيب ايش طوني؟ شو الوضع؟ احكي لك انا كطوني شوي حياتي مخربطة، يعني كل يوم شكل، كل يوم عندي نظام مختلف عن التاني. يمكن ده انا شوي منظمة وقتها اكتر مع الاولاد ومع الشغل، بتصير خربطات كتير. بس احنا بنحاول دائما انه يكون في ترتيب، يعني احنا اكثر شيء التنسيق بيننا على المسجات، يعني انه على الواتساب 24 ساعه، وحتى مواعيد نومنا مختلفه. يعني بتلاقيني بنام 3 الصبح بصحى 11 12 الظهر. هي بتقول لي دائما هلا بتلاقي طوني نايم دائما. انت لانك انت بتكون مداوم الصبح بترن لي على الساعه 9 الصبح 10 الصبح، بصحى بلاقي مست كول، فاكيد راح اكون نايم. طيب يعني هو عاده اول شيء بدي اشكرك عبود انه موضوع هيك العائلة المتماسكة اكيد دائما موضوع تأسيس وتكوين أسرة وانه نشتغل عليها، هي بدها جهد اكيد. الموضوع له علاقة بتقدير وتفهم جهد الآخر. عجقة هي الحياة، مش سهلة، يعني الواحد مرات بيكون براسه وبيكون دائما عنده أفكار وعنده مشاريع وأمور لازم يخلصها. لسه هلأ كنا نحكي بالطريقة أنا وطوني أنه طبيعة حياتنا لأنه ما فيها وظيفة، ما فيها ساعات محددة، مش أي شخص بتقبلها. يعني اللي بيحب الروتين، اللي ما بيحب المفاجآت، اللي ما بيحب التغيير اليومي، مش كتير بيحب هاي الحياة. بس إحنا اخترنا يمكن هذا المجال، وهذا حلاوته أنه كل يوم يحمل هيك إن شاء الله للكل كمان أشياء حلوة. طبعا اللي ما بيعرف أنه دانا من الشخصيات الصلبة اللي هي يعني احنا مرينا، لانه انا بعرف دانا من اول ما تجوزت طوني، يعني خلينا احكي هالكلمه، ويعني تماسكت كثير ب، ويعني مرقت مشوار بالبدايه كان صعب، بس الحمد لله هلا الامور تمام. ف بدي اسالكم سؤال، الحب
ايش تفسيركم للحب اللي طلع بالفيديو كليب بالاخير؟ شوف احكي لك، الحب بالاساس عبارة عن مشاعر بالاساس. هلا هاي المشاعر شو اللي بغذيها، شو اللي ببنيها اكتر، يا اما هي بتكمل بضل حب يا اما ببطل. يعني انت دائما نسمع ناس بقول لك انه بعد الزواج بروح الحب، بعد الزواج بيختفي الحب. هو اكيد راح يصير هيك اذا انت خليت مشاكل الحياة وخليت الظروف اللي حواليك كلها تسيطر عليك. انت بدك تحاول دائما تلاقي، لانه بالاخر انت اخوانك بالبيت بتتطاوش معهم كل يوم. يعني انت بتتطاوش مع دانا انت؟ لا بس انا اكيد اكيد بس قصدي انت بالبيت اخوانك المتربي معهم طول حياتك من وانت صغار ضلكم تتناقروا ليه، لانكم بجي بعض 24 ساعه. فانت لما تكون خاطب مثلا كل واحد بينام بجهه، كل واحد بيروح بينام على بيته بالاخر. أوكي. يعني وبيصفي الموضوع انه انتم مش بجوا بعض 24 ساعه. لما تصير انت متزوج وعندك عائله وعندك مسؤوليات وتدخل اللي هي الحياه كلها خلص صارت مرتبطين ببعض بكل شيء انتم، فهون ببلش الضغوطات. فانت يا اما بتكون متعاون في حياتك. شو هي الضغوط عشان نعرف؟ كتير ضغوطات. يعني انت بتغار عليك دانا؟ دانا لا يا ريت، انا بالضبط عم بعمل زي جميل وهناء بحاول اغار. شكو على الفاضي. ما بتغار عليك يعني؟ طب ممتاز. يعني لما تطلع تصور مثلا فيديو كليب، مثلا طلعت باسطنبول وصورت فيديو كليب، ما بتسالك وينك، شو عامل، مع مين انت هلا؟ لا ولا يمكن. يعني هذا ما فيش منه. يعني هذا السؤال هيك بحسه مش ناضج، بتحسه شك انه وينك يعني. مع مين، شو بتعمل، مع احترامي، الا اذا اللي قدامك انت مش واثقه فيه. اللي قدامك لا يعني اللي قدامك مش واثقه فيه، فبتكتر هاي النوعيه من لو هي ما عندها ثقه اكيد راح تضلها تقول لي. يعني انا بعرف شباب اصدقائنا بتلاقي مرته تقول له صور لي وين انت، او هو يقولها صوري لي وين انت، يعني تخيل لوين. فهذا الحكي انا بستغربه بستنكره. يعني تستنكره ولا يعني؟ بس انا بحس انه 99% من العلاقات عندنا موجوده زي هيك، فهي شيء كثير منيح. لانه مش مبنيه على الثقه. يعني انا بسافر بالاشهر، مرات بسافر شهرين مثلا على امريكا، عادي مرات بقعد يومين مش حاكين لانه ما مش فاضيين. يعني انا في فرق توقيت، في بتكون نايم انا بكون صاحي، ففيش مجال نحكي. عادي بتبعت لي مسج تنساش كذا، احكي كذا، اعمل كذا، الاولاد عملوا كذا مثلا، فبنتواصل. بس مش ضروري انه كل يوم نحكي او كل يوم يعني يكون في خلص وصلت الموضوع. يعني شوف اسمع.